أولا برحب بالدكتور القس أندير يزاكي والوفد المحترم الموافق لسيادته، والحقيقة إحنا بيسعدنا هذه الزيارة، وهي ده أصبح تقليدا مصريا مصريا حقيقة، تقليدا مصريا أصيلا، تبادل الزيارات في كل المناسبات الوطنية والدينية بروح وطنية خالصة. وكون يعني هم يتفضلوا في اللقاء وفي يوم الجمعة اللي هو المفترض يوم عطلة، أنا بشكرهم الحقيقة على الاستجابة لهذا الموعد، وبنسعد بيهم وهم بيضيفوا لنا بهجة كبيرة إلى العيد الحقيقة. الجانب الأهم والحقيقة، وإحنا هذا العام أيضا في مشروع صكوك الأضاحي، بأكد أني ليس في هذه المرة الأولى، ولكن الحقيقة الدكتور أندريا من وهذا الوفد من المبادرين في المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، وكانت أول مشاركة هي التي وصلتنا من الحقيقة الدكتور أندريا في هذا المشروع. الحمد لله المشروع بيسير بقوة، وإحنا يمكن قلنا وأكدنا ليس مشروع وزارة الأوقاف، هو مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف، ولأن حتى المشاركة فيه ليست مشاركة دينية فقط، بل هي دينية وطنية، لأن عدد من شارك فيه من السادة القساوسة ورجال الدين المسيحي عدد ليس أيضا فيه في معظم المديريات، فهو مشروع وطني للدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف لصالح المصريين من الأسر الأولى بالرعاية من المصريين جميعا. ولذلك إن شاء الله في هذه اللحمة الوطنية إحنا فضلنا السنة دي نصل تقريبا إن شاء الله لمليون أسرة. مليون أسرة لو قلنا متوسط المستفيد من الأسرة من 4 لـ5، يعني من 4 لـ5 مليون مصري إن شاء الله يستفيدوا من هذا المشروع. عشان كده ده له التفاف وطني. الحقيقة إضافة إن إحنا إلى جانب اللقاءات هذه الوطنية بامتياز، هي بتناقش كمان الهموم الوطنية المشتركة. يعني احنا الحقيقة دار الحديث حول النقلة النوعية السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية وخطوة الدولة المصرية نحو المستقبل. يمكن احنا كنا بنتكلم مع الدكتور عن المدن الجديدة والنقلة الاقتصادية والتطور الاقتصادي والحراك الاجتماعي، كل الجوانب بتتم بناقشها وبمنتهى الشفافية والوضوح. ويمكن حديثي مع الدكتور قلت له يعني إن شاء الله يرتبوا زيارة لمدينة العالمين ومدينة الجلالة عشان الناس فعلا، لأن احنا لما روحنا مع السادة الزملاء من الأوقاف، لا الشغل على أرض الواقع زي ما أنا قلت قبل كده، دولة مصرية تبنى من جديد، دولة مصرية تبنى من جديد. لما بيقول إن مدينة العالمين مخطط لها تتسع لثلاثة مليون مواطن على نمط عصري، انت بتبني دولة كاملة. كل معظم المدن الدولة المدينة الواحدة كأنك بتبني دولة، إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات إن شاء الله. وخلي بالك بدون استقرار وطني وبدون إيمان بالوطن من كل أبنائه بغض النظر عن الدين أو الثقافة دون تمييز، هو ده اللي يبني بلد. اللي يبني بلد إن إحنا كلنا بنبني بلدنا وعارفين بلدنا كلنا. خلي بالك، لاني لو حد حس، لو اي حد ما حسش ان بهذا الانتماء ده يضعف التقدم الدولة. انما اللي نجح المنظومة كلها وعلى رأسها طبعا القيادة السياسية، وكان اتكلم سيادة الرئيس بوعيه المستنير للأديان وفهمه لصحيح الأديان، الحقيقة جعل المصريين جميعا نبني بلدنا مع بعضينا يدا واحدة، وده اللي هيقدم البلد ان شاء الله وتنتقل الى مصف الدول المتقدمة إن شاء الله في القريب العاجل. طب أخيرا معالي وزير الأوقاف، لم يتبقى على عيد الأضحى سوى بضعة أيام، تقريبا 9 أيام، كم بلغت مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن؟ كذلك هل لحوم عيد الأضاحي كما ذكرت معالي هي تصل إلى جميع المصريين وليس كمسلم أو مسيحي؟ أولا إحنا الآن تجاوزنا 40 مليون جنيه إن شاء الله، بنأمل ما بين 80 لـ100 بإذن الله وربما نزيد، مش في صكوك الأضاحي فقط زي ما قلت لك، كما أنها تتم بالمشاركة الوطنية هي لأبناء الوطن جميعا. وإحنا أمس وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتأسيس 1000 شقة لـ1000 مواطن مصري. لا نسأل عن دين المواطن، إنما هو مواطن مصري. وكان حديثنا اللي ضار فوق كامل الحقوق وكامل الواجبات لكل المصريين، وأظن ده أنا والدكتور من أكثر من عدة سنوات أطلقنا عليه مصطلح المواطن المتكافئة، كامل الحقوق
وكامل الواجبات، وبالذات العمل الاجتماعي يجب أن يكون بمعزل عن التمييز الديني وكل الأعمال، لكن العمل الاجتماعي بالذات هو لكل مواطن مصري، كما أن العمل الاقتصادي لكل مواطن مصري. كل شكر حضرتك معالي وزير الأوقاف.